للشمس للنور للشمس للنور مش هيعطلنا صور. ورجعنا لكم تاني لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا. واخر فقره بقى في عسل ابيض ودايما بنقول ايه ختامها مسك. دلوقتي بقى معادنا مع التحدي القوه. ضيفتي النهارده الحقيقه اثبتت للناس كلها ان هي مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها يعني مش ممكن، لا ان انا مش هقدر اعمل ده، لا بالاراده والعزيمه ممكن نعمل اي حاجه. ايمان مراد. ايمان مراد قدرت انها تفوز ببطوله الجمهوريه الكاراتيه لذوي القدرات الخاصه، وبكده هتدخل منتخب مصر وهتشارك باسم بلدها في البطولات الدوليه. حاجات بقى كتير انا شخصيا محتاجه اعرفها من ايمان. برحب بايمان مراد بطله الجمهوريه في الكاراتيه لذوي القدرات الخاصه. يا ايمي منورانا، منوره قناه تين كلها. ميرسي جدا، تسلمي حبيبتي. يعني بصي ما شاء الله، يعني في كده جوائز وفي ميداليات وفي حاجات حلوه هنتكلم طبعا عنها، لكن خلينا نتكلم في البدايه عن، احكي لي عن بطوله الجمهوريه للكاراتيه. دي كانت البطوله اللي دخلت اربع بطولات جمهوريه. دي كانت يوم الخميس اللي فات، صح؟ يوم الخميس اللي فات في اسكندريه. الحمد لله كانت المنافسه شديده جدا، لان في البطولات اللي قبل كده ما كانش في منافسه بالكراسي. بعد ما انتشرت فكره الكرسي، انا اول بنت في الشرق الاوسط والعالم العربي بتلعب كاراتيه على الكرسي المتحرك. شفتوا يا جماعه الستات المصريين، برضو الستات المصريين ستات جدعان قوي يعني. وبعدين والحمد لله يعني لما الموضوع جه معايا كده بمحض الصدفه جدا. انا ماليش علاقه بالرياضه ولا حتى شغلي ولا صميم شغلي ليه اي علاقه بالرياضه، ولا كنت اعرف اي حاجه عن رياضه المعاقين. يعني انت اصلا مش بتتدربي من زمان؟ يعني انا بتدرب بقالي 3 سنين و4 شهور. ده لسه مؤخرا يعني. الفضل يرجع لربنا، بعد ربنا يعني، لصديقي هو برضو هو اللي دخلني لعبه الكاراتيه. ولما اخذت اللقب دوت، لما عرفت ان انا اول بنت في الشرق الاوسط والعالم العربي، رحت في البيت قلت لهم، فقالوا لي لا، اما اللقب يضيف لنا ويبقى حاجه في حياتنا واحنا كمان نبقى جزء منه، او يمر علينا مرور القرار. ففكرت كتير قوي في الموضوع ده. من 3 سنين الكلام ده. اوكي. ففكرت كتير قوي في الموضوع دوت. انا حد ملوش علاقه بالرياضه، وبشتغل انا قانونيه اصلا. وبشتغل في مجال ذوي الاعاقه. فالدنيا عندي هتمشي ازاي؟ يعني قعدت افكر كده، الدنيا هتمشي ازاي؟ هقدر اوفق ما بين الشغل وما بين الدراسه، ان انا بكمل دراسات عليا والرياضه، ولا يعني ما شاء الله عليك، الله اكبر، انت ماشيه في كل الاتجاهات. يعني انت مش ساكته، مش مثلا مكتفيه بشغلك، لا انت رياضه وشغل ودراسات، يعني ما شاء الله. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو فعلا لما الواحد بيبقى عنده اراده ويبقى عنده عزم ان هو يعمل حاجه، ربنا بيفتح له طاقات نور، وبيحط قدامه اشخاص عمرك ما كنت تتخيلي ان الشخص ده يكون مفتاح نجاح في يوم من ايام لحياتك. الحمد لله، وده طبعا بفضل من ربنا يعني. يمكن في ناس كتير، يعني زي ما انت قلتي في البيت كانوا ناس بتدعمك، واكيد في ناس تانية كانوا بيدعموكي. هو واحد معانا على التليفون دلوقتي، معانا كابتن راجي عبيد المدير الفني لنادي ضباط الزمالك. يا كابتن راجي اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ويعني بنبارك لك طبعا، لان يعني ايمان حاجه مشرفه بجد جدا لكل سيدات مصر. احكي لي بقى كده، انت من حضرتك كنت من الداعمين اللي بتساندوا دايما او بتساند حضرتك دايما ايمان، احكي لي بقى كنت بتعمل معاها ايه؟ والله انا تملي ده واحد انا بعملها زي بنتي. هستاذن حضرتك بس علي الصوت شويه. انا بتعامل مع ايمان زي بنتي بالظبط. نمره واحد بتعامل معاها ان هي ما عندهاش اي نوع من انواع تحدي الاعاقه. فبتعامل معاها عادي، وبدربها مع الفريق العادي. وبتبذل مجهود بيا زي اي واحد من اللاعبين الموجودين قدامي. وحتى بنزلها منافسات مع نفس اللعيبه اللي هي مصحه ما فيهاش اي اعاقه. ولو غلطت برضه بحاسبها زي اي حد. متعبه في التمرين وكده يعني في لما تيجي تقول لك خلاص؟ لا مطيعه يا كابتن. بتتدرب كام هي ساعه في اليوم؟ هي بتتدرب 3 ايام، كنت بدربها الاول قبل البطوله 3 ايام في نادي ضباط الزمالك، اضفت عليها 3 ايام تاني في دار الدفاع الجوي عشان يبقى التدريب 6 ايام. وكنت باهلها نفسيا للبطوله طبعا عشان تبقى جاهزه. فممكن اضغط عليها نفسيا في حاجات معينه، بحيث ان احنا اشوف مدى قوة تحملها ازاي لما تنزل وتواجه الجمهور، ويبقى في حكام حواليها تقدر تستوعب الامور وتبقى قادرة للمواجهة. طيب ايمان، محتاجاكي بقى تقولي كلمة لكابتن راجي اللي كان من الناس اللي بتدعمك بقوة يعني. طبعا. ازيك يا كابتن راجي الأول؟ ربنا يخليك يا بنت، كل سنة طيبة. أنا ما بتعبش حضرتك خالص في التمرين، عايز أقول لحضرتك أبداً عمرك ما تعبتيني. ده أنا سامعة كده إن هو بيتريق، صح؟ كابتن راجي بيتريق. أقول لحضرتك إن حضرتك من الناس اللي ربنا يخليك يا كابتن، حضرتك من الناس اللي مصممين يبقى ليهم بصمات نجاح في حياتي يعني.
يعني. فانا فعلا بعتبر نفسي ان انا بنتك زي ما حضرتك دايما بتقولي، انت بنتي الكبيره اللي انا ما خلفتهاش، حضرتك والدي بعد والدي الله يرحمه يعني. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن، وبشكر حضرتك على المجهود اللي حضرتك بتبذله معايا يعني. لا يا مان، ده هو ده واجبي، وانت تستحقي اكتر من كده كمان. واحنا بنشكر حضرتك يا كابتن بجد، ان يعني بيطلع من تحت ايد حضرتك يعني ناس زي ايمان. بشكرك شكرا جزيلا كابتن راجع بيد المدير الفني لنادي ضباط الزمالك. بشكرك يا كابتن. ما بتتعبوش خالص واضح يعني، شايفه كده في ايه اللي هو واضح يا كابتن؟ لا مش قادره، عدد الساعات لا ده كتير، مش عارفه ايه. لا والله بتتعبي؟ مش موضوع مش قادره وعدد الساعات، ان احنا بس بنقعد نتناقش في الكاتا. لا انزلي بالترجمه على طول. ايه الكاتا دي؟ الكاتا دي اللي هو الاستعراض اللي انا بلعبه. احنا الكاراتيه مقسوم نصين، كاتا وكوموتيه. الكوموتيه احنا ما بنلعبوش لانه في فايت واشتباكات. اوكي. واحنا بنعمل بقى استعراض. المفروض ان انا بلعب كاتا، فبيبقى ليها اتجاهات معينه بالكرسي، واتجاه يمين واتجاه شمال، فبنقعد نتناقش مثلا ربع ساعه عشان نقول الاتجاه ده يمين ولا الاتجاه ده شمال، وانا هعرف الف الكرسي لفه كامله ولا لا. وفي الاخر برضو يقول لي طب حاولي انت، انا عارف ان انت هتعرفي يعني، انا عارف ان بنتي اكيد هتعرف يعني. فبنقعد بس يعني هو انا بيبقى في حاله من الجدل يعني كده، اللي هو لا هتعرفي لا مش هتعرفي يعني، اكيد ده واضح يعني. طيب احكي لي عن الماتشات بقى، يعني اكيد في ماتش عدى عليكي صعب كنت خايفة منه مثلا، كنت خايفة من المواجهة مع الفريق التاني، كان ايه اصعب ماتش؟ بصراحة كانت البطولة الاخرانية ديت، لان كانت المنافسة فيها اقوى، وكان عدد المنافسين اكتر. وفكرة كمان ان في حد بيتدرب طول الوقت، في حد كمان عنده شغل وعنده تدريب، فمقسوم ما بين حاجتين يعني. فدي كانت الازمة يعني. انا مش ما كنتش خايفة من المواجهة قد ما كنت خايفة ان انا ما احققش حاجة يعني. مش عايز، خايفه انت ما تحققيش او ما توصليش للهدف اللي انت حاطاه قدامك. بالظبط. يعني كابتن راجل زي ما قلنا احنا، كان هو من الناس اللي بتدعمك وواقفه في ظهرك، مين اكتر حد جت مر عليكي مثلا؟ كلنا بتمر علينا لحظات يأس وخلاص ومش عايزه اكمل وعايزه اقعد، كلنا اكيد بتمر علينا اللحظات دي. في لحظه اليأس اللي لو جات لك، مين كان اكتر حد واقف جنبك وقال لك لا يا ايمان كملي وهتقفي وهترجعي يعني حد فعلا بيدعمك بقوه يعني؟ بص الحمد لله انا شخص محظوظ، عندي دعم وتحفيز من كل اصدقائي ومن كل العيله ومن كل البيت يعني. الحمد لله انا ستاندر في البيت يعني، نموذج. بصوا عمته بتعمل ايه، بص خالته بتعمل ايه. فاخويا، اخويا ده اصغر ولد في اللي انا عندي 3 صبيان، فاصغر ولد، هو دايما دافع ليا، دايما بيدفعني لقدام، دايما بيقول لي ان احنا قادرين، ان احنا هنعمل، ان احنا عندنا هدف لازم نحققه. مش شرط ان احنا نوصل يعني، مش كفايه ان احنا بس نوصل لبطوله الجمهوريه، مش كفايه ان شاء الله ان احنا ندخل بطوله عالم. يعني انا بعمل دوره تدريبيه عشان ابقى اول مدربه على كرسي متحرك، ويبقى عندي فريق كامل من الكراسي المتحركه بيلعب كاراتيه يعني، وان شاء الله الفريق يدخل المنتخب ونحقق. انت عندك فريق ولا؟ لا انا بعمل دوره تدريبيه لسه. لا انا محتاجه اقف عند دي، لان محتاجه اعرف الدوره التدريبيه دي بتعملي فيها ايه. بس معانا التليفون ناخده وارجع لك تاني. طيب معانا دلوقتي كابتن نادر محسن، مدرب الفتنس بالسباحه في نادي ضباط الزمالك. كابتن نادر مساء الخير على حضرتك. مساء النور، ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. ويعني معانا طبعا البطله الجميله اللي دايما عندها اراده وقوه وتحدي، ايمان مراد. فمحتاجه من حضرتك كده تقول لي، تكلمني عن ايمان شويه، في التمرين بتبقى عامله ازاي؟ اخبارها ايه؟ لا يا ايمان، بسم الله ما شاء الله بتاعت كل حاجه. هو انا ما اعتبرهاش اصلا اللي عندها اعاقه يا امان، تعتبر اختي برضه. ما فيش اي مشكله بتواجهها في التمرين، هي مش مجتهده وملتزمه وبتعمل كل اللي عليها. كان لسه فعلا كابتن راجي بيتكلم وبيقول ان هي بتتدرب مع الناس العاديين وعدد ساعات يعني كان فعلا ما عندهاش اي اعاقه، فدي برضه حاجه حلوه جدا يعني. هي فعلا بتتمرن في الجيم مش اقل من ساعتين، وفي السباحه ممكن تقعد ساعه واكتر. بيجي لها، لسه كنت بسالها، بيجي لك لحظات ياس يا ايمان؟ فاكيد كلنا بتجيلنا اللحظات دي، احنا مش عايزين نكمل، مش عايزين نعمل حاجه. في اللحظه دي اكيد هي بتلجا لكم، نصيحتكم ليها بتكون أكيد ايه؟ طبعا اكيد كابتن راجي بيشجعها، واكيد برضو بدي لها دافع خليها تكمل. اكيد كلنا لازم يجي لنا لحظه ياس من المنافسات الكتيره في حياتنا. هستاذنك يا كابتن بس نبعد عن التلفزيون شويه. تمام. طيب قول لي ايمان ناقصها ايه؟ ناقص ايمان ايه؟ ولا شايف ان هي مش ناقصها حاجه؟ ما شاء الله يعني، الله اكبر. بقول لك شايف ايمان ناقصها حاجه معينه ولا هي مش ناقصها حاجه؟ ما شاء الله يعني. لا يا ما شاء الله، هي مش ناقصها حاجه اطلاقا ان شاء الله عليها. طيب مش عايزه تقولي له حاجه؟ تعتبر ما عندهاش اعاقه اساسا.
طيب ايه، مش عايز تقولي حاجه ولا ايه؟ لا انا عايزه اقول له بس، طبعا عايزه اشكره، عايزه اشكر حضرتك على الهواء يا كابتن نادر، وعايزه اقول لك ان انا من سنه بالظبط كانت تمرينه السباحه دي بالنسبه لي ان انا نازله قبل الوحش. دلوقتي الحمد لله انا بعوم الحمام كله لوحدي من غير ما هو يلمسني، ما بقتش اخاف من الميه زي الاول. الاول يعني الاول كانت الناس على حمام السباحه بتتفرج على الصريخ والعياط اللي كابتن ايمان بتعيطه وهي نازله الميه، دلوقتي الحمد لله الناس بتقعد تتفرج كابتن ايمان نازله تعوم. ابو هيب بقى نازل خلاص. فطبعا الفضل بعد ربنا، يعني بعد ربنا يرجع لكابتن نادر يعني. فانا بشكر حضرتك يا كابتن نادر، وبقول لحضرتك برضو ان انت من الناس اللي ليهم بصمات نجاح في حياتي يعني. واحنا كمان بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن نادر محسن، مدرب الفتنس بالسباحه بنادي ضباط الزمالك. بشكرك يا كابتن نادر. يعني شايفه كلهم بيشكروا فيكي وعمالين يعني بيقولوا بجد ما شاء الله يعني فيكي شعر وبتنزلي وبتعملي. معانا بصي بقى دلوقتي ده ايه بقى، ايه ده قولي لي بقى سريعا كده على كل حاجه. ده في الجيم. ده معاكي شهاده، دي اول شهاده خدتها في الكاراتيه. كانت احساسك ايه بقى لما خدتي اول، يعني اول حاجه دي بتبقى دايما يعني كل حاجه في الدنيا؟ طبعا كان احساس ما يتوصفش، يعني احساس ان انا مش ماشيه على كرسي، لا انا طايره في الارض، طايره على طايره كده على الارض. اوكي. دي اصغر طفله عندي في العيله، دي دايما تشجعني وتدعمني، وهي عايزه تلعب كاراتيه زي عمته. حبيبتي ربنا يخليها لك يا رب. كنا قبل ما كابتن نادر يدخل معانا على التليفون كنت بتتكلمي يعني انت بتعملي دورات تدريبيه. انا بعمل دوره تدريبيه تبع الاتحاد المصري للكاراتيه عشان ابقى مدربه، ابقى مدربه كاراتيه، بس ابقى مدربه مختلفه، ابقى مدربه على كرسي متحرك. عندي فريق كامل من الكراسي، الفريق ده ان شاء الله يدخل منتخب ويحقق ميداليات ويدخل بطولات جمهوريه وبطولات مناطق. طبعا ده حلم واتمنى طبعا ربنا يحققه لي. لا انا شايفه انت ما شاء الله بجد، مش بحسدك والله، بس بجد انت عندك اصرار، يعني اما بتحطي هدف قدامك لا انت بتوصلي له وبتحققيه. يعني اتمنى الناس كلها تبقى زي بجد ايمان، انا اتمنى ابقى زيك ان انا يبقى عندي هدف. انا لا خلاص بتجيلي حاله ياس وانا خلاص مش هعمله يعني. كمان بتمنى ان انا اعمل دوره تحكيم، لاني لما بننزل المحكمين هم مش بيظلمونا قد ما هم ما بيبقوش عارفين اتجاه الكرسي ده صح ولا غلط. مش حاسين بيكوا بالظبط. محتاجه اسالك عن ناقصكوا ايه؟ يعني انتوا كذوي قدرات خاصه وفي لعبه السباحه تحديدا الكاراتيه عفوا، ناقصكوا ايه؟ سواء بقى من الـ 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 الدوله او من الجهات المسؤوله. احنا بشر برضه في الاخر، اي حد بيحب ان هو يبقى عنده دعم، بيحب ان هو يبقى ليه تحفيز، بيحب ان هو يشوف الناس قد ايه هي بتدعمه وبتحفزه. فكره المكافئات، يعني فكره المكافئات، اكيد احنا مش داخلين نلعب رياضه عشان بندور على فلوس، ده اكيد. بس انا في الاخر زي الطفل اللي لما بيعمل حاجه كويسه بيحب بيثاب عليها، ولما بيعمل حاجه أكيد. مش كويسه بيعاقب عليها. ففكرة ان انا يبقى عندي دعم من الاتحاد المصري للكاراتيه ده اولا، ده الاتحاد ده هو يعتبر بيتي اللي انا بلعب فيه، بلعب تحت اسمه يعني. محتاجه تصنيف عادل في البطولات، يعني لما دكتور يجي ما فكرتوش تروحوا لوزير الشباب والرياضه وتتكلموا معاه يعني تعرضوا عليه مشاكلكم؟ للاسف والله احنا كان عندنا يعني مشكله من حوالي سنه ونص، يعني طلبنا الوزير والوزير ما استجابش، وانا بطلبه تاني اهو من خلال حضرتك يعني ان هو يبقى يستجاب، يعني يبص لعبه الكلام. انا نفسي مثلا نبقى زي العاب القوى، زي الحديد، زي رفع الاثقال. والله انا بضم صوتي لصوتك ليه يعني سياده وزير الشباب والرياضه، انه يعني لازم يبقى فيه نظره لل يعني لايمان ولزي ايمان كتير الحقيقه، لان هم كمان عندهم اراده وعندهم تحدي وعندهم عزيمه كبيره جدا يعني. وانتوا كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي برضو في عام ذوي الاعاقه مخصص ليكوا. بتمنى لك كل خير يا ايمان، وبالتوفيق، مبسوطه بيكي، فخوره بيكي ان انت كل الميداليات وكل الجوائز دي، واستمري وكملي وكلنا في ظهرك يعني ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا ايمان مراد، بطله الجمهوريه في الكاراتيه لذوي القدرات الخاصه. بشكرك. بشكركم كمان مشاهدينا، يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. بكره قبل ساعه ونص من دلوقتي، وعسل ابيض. باي باي.